في الأيام الأخيرة بعد الطعن في أسرتي وفي اسمي وفي عائلتي وفي تم الطعن في قناعتي الدينية، لأنني قلت في البرلمان أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من الخوى الخوية، وأنما زدت مقتنع بأن مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت. أولا أن المرأة الآن تمارس خطة العدالة، والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة. بعض الجهلاء لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأصدروا أحكام قيمة في مواجهتي إلى درجة كبيرة. أولا هذا القانون كان قد تم وضعه في عهد السيد الوزير محمد أجار، وبناء على توجيهات من جلالة الملك في المجلس الوزاري 22 يناير 2018، والذي جاء في بيان الناطق الرسمي للمجلس الوزاري وبعد إطلاع جلالته على رأي المجلس العلمي لجواز المرأة لمهنة العدل بناء الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والتوابت الدينية للمغرب في مقدمة قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لمصدر المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، وبناء على ذلك كلف جلالة الملك عزه الله وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إذن المجلس العلمي أعطى فتوى وجلالة الملك أعطى تعليمته، وحينما قلتها في البرلمان اعتبرت أنني خارج عن الدين وأنني أحاول أن أعطي للمرأة ما ليس لها الحق. وأثار رد فعل هؤلاء الفقهاء الجاهلون اهتمامي كيف اللي في المغرب المرأة قاضية تصدر أحكاما من شهر السجن النافذة إلى الإعدام، تصدر أحكاما بالتطليق، تصدر إذن بالزواج، تصدر أحكاما بالنفقة ووزيرات ومديرات، ونقول لهم أنكم لا يمكنكم أن تتلقوا الشهادة. لا أفهم أنا هذا الموضوع. لذلك أنا لم أتي بجديد، هذا النقاش انتهى بناء على فتوى المجلس الأعلى العلمي وبتعليمات من جلالته. كل ما فعلته أن أعدت النظر في القانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى أو التي لا ترتبط بهذه القضية، ولكنهم لا يسعون إلى قول الحقيقة ولا يسعون إلى البحث عن الحقيقة. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أو كني أنا أقول أن كيدهم في نحورهم. أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر. لتقدير كثير من القضايا اختلف فيها الناس حول الدين، وأنا مختلف معهم وأدافع عن قناعتي، ولكن لن أقبل لأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وباستقلاليتي في إيماني بالله وقرآنه. المسألة الثانية، أنا عندي مشروع سياسي ومشروع قانوني يهم رفع المرأة إلى المستوى التي يليق بها في المغرب، وهذا ما أخفيه أبدا، إيمانا مني بأن هناك قوة اقتصادية وفكرية وإنسانية لا تعطى لها الفرصة في المغرب، ويجب أن تعطى لها الفرصة حتى تدفع المغرب إلى الأمام. وسأقوم بكل هذه التغييرات، وكما قلت أهيمن على القرار أنا وزير، ومسؤوليتي كوزير أن أقرر وأحيل الموضوع على الهيئة التشريعية الذين يراقبونني. أما الآخرون فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة، ولا يهمني ذلك. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع أصحابكم.